chaque réalisateur تيكون عنده des points faibles. يعني peu importe اخي يكون parmi les meilleurs réalisateurs في le monde ضروري تلقى عنده des points de faiblesse. هاد لي بوان فابل هادو نورمالمون كي خاص يتخدمو قبل ما يكون طوغناج، حيت اون فوا في طوغناج اي غلط ما يمكنوش يتحيد بيان سور بغير الى لاحظو في المونتاج. مي بحال هادشي تي نورمالمون تيتناقش قبل طوغناج، يعني الريليزاتور اللي عارف لي بوان فابل ديالو خصو يحذي منهم. مثلا كاينين دي غاليزاتور البوان فابل ديالهم هما لي فيغورون، انت عارفش كيفاش يعطيهم واحد لو ستيل اللي غيمشيو عليه باش ما يبانوش دي ديبيوتون. حيت بيان سور كتجيب مثلا 1000 فيغور، واش هاد 1000 كلهم بروفيسيونيل؟ سي فري كو تيدار لهم كاستينغ، مي في الاخر تيبقاو دي ديبيوتون، كاين اللي ما عمرو مثل، كاين اللي مثل ولكن على قد الحال. دونك هنا لو رول ديال غاليزاتور خصو يعطيهم ها كيفاش خصكم تبدلو، مثلا ديسين ديال الكومبا ها كيفاش خصكم ديرو، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش يعني غيجسد لهم داك ها لو رول ديالكم ها كيفاش غتلعبوه، تيبانولك ما تيعرفو ما يديرو. علاش؟ يعني الغيليزاتور ما شرح ليهم والو، دونك تيبان داك البوان فابل اللي هما ما عليهم والو، حيت هما ماشي هما اللي كيديسيديو، الغيليزاتور سي لوي كيديسيد ها كيفاش غتكون لا سين، ها كيفاش غتكون. تاني مون تيبقى مركز مع لي بيرسوناج برينسيبو، تنسى دوك لي بيرسوناج سيكوندير. وهذا سيت ان بوان فابل اللي تيكون عند ميم دي غاليزاتور لي بروفيسيونيل.